السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماني سالم معاكم. احنا النهاردة هنعمل مع بعض كيكة بلح بطريقة سهلة جدا جدا، والطعم رائع جدا جدا جدا، مش هتاخد في ايدك دقايق. ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة، وان شاء الله هتعجبك انت والأولاد والأسرة. ويلا بينا مع بعض نشوف الكيكة وحلاوتها وطعمها. ومعاكم أماني سالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير، ومعكم أماني سالم. النهاردة هنعمل كيكة البلح بطريقة مبسطة وسهلة جدا جدا. هنسمي بالله، وأول حاجة معانا نص كوباية زيت، وبيضاية واحدة، وفانيليا السائلة رائعة جدا أحلى من البودر. ومعايا كوباية إلا ربع سكر، يعني شالة منها معلقتين كده من السكر، ونص كوباية لبن. شايفة مقاديرنا سهلة وبسيطة إزاي؟ يلا بينا مع بعض بقى نضربها في الخلاط، وبعد كده نشوف شكلها هيكون عامل إزاي. خلاص احنا كده ضربنا الخليط بتاعنا وحضرنا البولة، وهنصب بقى الخليط بتاعنا فيه بالشكل ده. ومقدار الدقيق بتاعنا 2.5 كوباية دقيق. هنحط اول كوباية بالشكل ده، وباكل بيكنج باودر كله. طبعا انا حاطه في الدقيق ذرة ملح، هحط كل اللي باكل بيكنج باودر بالشكل ده، وهقلب كل المقادير كلها على بعض لحد ما تختلط. ولو لقيناها محتاجة تاني دقيق هحط معايا المقدار بتاعي 2.5 كوباية دقيق. هحط معايا نص كوبايه دقيق التانية، يبقى المقدار بالظبط 2.5 كوباية دقيق. شايفه هبتدي بقى احط معايا نص معلقه قرفه، دي بقى بتخلي الكيك بتاعك رائع جدا جدا، وريحته فظيعه ماليه المكان كلها. شايفه يلا بينا مع بعض بقى هنشوف هنعمل ايه. شايفه بقى الخليط بتاعي شكله عامل ازاي. انا بحب احط كيكه البلح، بحب احطها في حله. انا طبعا غاسله البلح وزي الفل، وشايله منه القشر، وطبعا متوفر في السوق، وطبعا ده كله غذاء وكله حديد للاطفال والكبار. هحط كده في الحله معلقه سكر بسيطه عشان تعمل كرمله في البلح. شايفه سكر عادي بتاعنا. وابتدي بقى ارصص البلح بتاعي بالطريقه اللي انت حباها، ويلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. طبعا انا غسلها كويس جدا، وشايله النقه منها وقسمها بالنص، يعني مش حاطه البلحه كلها. وبرص البلح بتاعي زي ما انت شايفه كده بالظبط. وبعد ما اخلص الترصيص خالص هبتدي بقى احط الخليط الكيك بتاعنا، وندخله الفرن على درجه حراره 180، ويلا مع بعض نشوف شكله هيكون عامل ازاي. وخلاص كده احنا خلصنا البلح بتاعي. هبتدي بقى احط خليط الكيك بتاعنا. زي ما انت شايفه كريمه ما شاء الله حلوه جدا جدا، والقرفه عامله شغل رهيب جدا جدا جدا. يلا بقى ندخله الفرن زي ما احنا اتفقنا على 180، ونشوف شكله بعد ما يطلع هيكون عامل ازاي. وخلاص كده الكيك بتاعنا طالع من الفرن ما شاء الله، ريحته مليان المكان رائع جدا. وجايبه معايا سوداني مفروم فرمته كده صغير، وهبتدي بقى ازين بيه الكيك بتاعنا من فوق الوش. شايفه شكلها بيبقى جميل جدا، وقيمته الغذائيه عاليه جدا جدا. وجايبه معايا عسل نحل، عندي عسل نحل زودته كده بحبه ميه صغيره. وهبتدي بقى بالفرشه كده هلمع الكيك بتاعي علشان يبقى شكله كده جميل وهو متقدم كده على السفره. ويلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. وخلص كده احنا خلصنا تزيين الكيك بتاعنا. شايفه ما شاء الله رائعه جدا جدا، ويلا نقطعها ونشوف شكلها. شايفه بقى منظرها رائع، والطعم ما اقولكيش حكايه، والقرفه عامله شغل رهيب جدا، والبلح فظيع جدا جدا. يا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، ولو الوصفه ان شاء الله عجبتكم اشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد، والدعوات من القلب للقلب. وكان معاكم اماني سالم، وان شاء الله بالف هنا وعافيه.